السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللقاء 15 في علم الدم وأمراض علم الدم، نتكلم عن الأنيميا. الآن سنتكلم على نورموسيتيك أنيميا. نورموسيتيك أنيميا، وسبق وأن تكلمنا إنه هذا النوع من الأنيميا الأكثر شيوعا وهو الهيمولايتيك أنيميا، وهذا الهيمولايتيك أنيميا بيكون ناتج من عنه تكسير الدم، وغالبا له أسباب كتيرة. طيب، هذا النوع من الأنيميا بكون يا سيدي الفاضل، خلي بالك في الهيموليتيك أنيميا قد يرتفع البيلروبين رقم واحد، اليوروبيلينوجين يرتفع اثنين، الريتيكولوسايتس قد يرتفع إلى 10%، هبتوغلوبين ينخفض، نورموسيتيك بكون الوضع. سجلهم عندك. طيب، باختصار شو سبب تكسير الدم؟ قال لك إما بكون أكوايرد مكتسب، هيمولايتيك اللي هو اميون هيمولايتيك انيميا مكتسبه زي الايزو انيميا، هيمولايتيك ديزيز اوف نيو بورن، بلاد ترانسفيوجن رياكشن، تكسير نتيجة نقل دم، تكسير نتيجة محفز حفز المناعة، هاجمت خلايا الدم كسرتها، اوتو اميون، وورم اور كولد انتي بودي ميديتد، اجسام مضادة تنشط، دراج اندوست بعض الادوية، نون اميون شيء ملهوش في المناعة، تروما نتيجة صدمات ضربات، تمام، كارديك هيمولايتيك مايكرو انجيوباثيك انيميا، صمامات القلب، تكسير الدم في القلب، صمامات بتعرف انه بتكون معدن فمرور الدم عنها بصير يتكسر، ممكن انفكشن زي الملاريا زي السبتسيميا، ممكن يكون ميمبرين ديس اوردر، تمام، ممكن يكون ميمبرين ديس اوردر زي بروكسيسمال نوكتورنال هيموجلوبينو نيوريا، ليفر ديزيز هذا خلل في الممبرين، نورمال بلاد لوس فقدان للدم طبيعي، يا اكيوت حادث يعني حادث سيارات او خلافه في العمل نتج عنه فقدان دم بكمية مش طبيعية، كرونيك بلاد لوس فقدان للدم مزمن، نزف في الأسنان، نزف في الأمعاء، نزف خارج الأمعاء، نزف داخل الأمعاء، غير مرئي، يحتاج إلى تدخلات أطباء آخرون، باطنة صدرية وخلافه لملاحظة أين يحدث هذا النزف ومعالجته، لكن في الدم ما في مشكلة. ممكن يكون جينيتيك ديفكت من برين ابنورماليتي، تمام، خلل في الغشاء زي الهيريديتري سفيروسايتوزيس الليبتوسايتوزيس، انزيم ديفيشنسي جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز بيرفيت كينيز ديفيشنسي، هيموجلوبين وباثي خلل في الهيموجلوبين زي هيموجلوبين اس زي سايكل موجود في سايكل سيل انيميا زي التلاسيميا الفا اور بيتا، جلوكوز 6 فوسفات ديفيشنسي هذا نوع من انواع الانيميا الوراثيه، انيميا الفول او التفول او تكسير الدم الفولي ففيزل مرتبط بالوراثه بالجنس، تمام، يصيب ذكور واناث. ما يتميز في هذه الحاله المرضيه هو، ركز معي، غياب لهذا الانزيم جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز، فبالتالي لم يتكون الـ NADH، فلم يعمل هذا الانزيم الجلوتاثيون ريدكتيز الذي يعمل على الجلوتاثيون فيحوله، فحدث عملية عدم عمل الجلوتاثيون ريدكتيز والجلوتاثيون بيروكسيديز سيستم
ظلهم زي ما هم هذول الانزيمين، لكن هذا المركب تجمع، تبقى الجلوتاثيون، فحدثت له عملية أكسدة، فتجمع فترسيب للهيموجلوبين نتيجة أكسدته لأنه موجود في الهيموجلوبين، فرسب داخل الخلايا على شكل هنز بادي. إذن هذا سبب الجي 6 بي دي، طبعا خلل وراثي، غاب الإنزيم. طيب قال لك شو كمان؟ هذا باختصار، زي ما احنا شايفين الهنز بادي الآن تجمعت. طبعا الأسباب ممكن يكون الأسباب وراثية أو أسباب ناتجة عن أدوية، مضادات حيوية، أنتي مالاريا، الأنتي بيوتيك، أنتي بيوريتكس، إنفكشن، التهابات وإنتاج سموم من بكتيريا أو هذه الكائنات الدقيقة، إنجسشن أوف فافا بين، حبوب الفول، تمام، حبوب الفول بسبب غياب الـ NADH، تحتوي على مركب عمل على إيه؟ أكسدة الجلوتاثيون يعني الهيموجلوبين. تشخيص في هذه الحالة complete blood count، reticulocyte count، G6PD انزيم نفحصه شوفوا موجود ولا لا ولا غايب، quantitative measurement، detection by gene mutation، نشتغل ايه molecular، ندور على الجين تمام مش على الانزيم. طبعا نوع اخر من تكسير الدم اللي هو سايكل سيل انيميا، وهو تغير شكل الخلية نتيجة تحويل حدث في خلايا الدم في الهيموجلوبين، تم استبدال الجلوتاثيون امينو اسيد بداله فيلين على موقع رقم 6، بنسميها بوينت ميوتيشن، طفرة نقطة في الهيموجلوبين اصبح اسمه هيموجلوبين اس، مما افقد خلية الدم الحمراء ليونتها واصبح شكلها كالتالي منجلي. فتخيل قطر خلية الدم الحمراء 7 مايكرون، لديها ليونة لتمر في مكان 3 مايكرون، أوعية دموية دقيقة ورقيقة، لكن هنا بسبب هذا التغير أصبحت غير لينة، مما حدث لها أنها لا تستطيع المرور من الأوعية الدموية الضيقة، فحدث لها ستيكينج أي التصاق على الأوعية الدموية، ومن هنا تبدأ المشكلة وين؟ في البلاد فيزلز في الأوعية الدموية، وتبدأ ظهور الأعراض. تمام؟ طبعا هنا على هذا النوع من الأنيميا لا يجوز تطبيق فحص ESR ولا الهيماتوكريت ولا رول اوف 3 اللي هو نقسم الهيموجلوبين الهيماتوكريت على 3 عشان نطلع الهيموجلوبين، او الهيموجلوبين على 3 تمام عشان نطلع الريد بلاد سيلز، هنا لا تطبق هذه القواعد. تمام، في عندي بايروفيت كاينيز ديفيشنسي ايضا، هنا نتيجة خلل انزيم بايروفيت كاينيز ديفيشنسي يتجه، مما لا تحدث تمام عملية إنتاج الطاقة بشكل طبيعي، وهي عملية تخمير تكسير الجلايكولايسيز، حيث تحدث 90% إمبيدين ماير هوف باثوي لم تحدث، فبالتالي بسبب غياب الإنزيم المحول إلى بايروفيت تمام تختل عملية الإنتاج الطاقة، فينتج هذا النوع هذا الخلل على خلايا الدم الحمراء. تمام، باختصار شديد لغاية هان نتوقف. يعطيكم العافية واستودعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.